هل ثبت أن الخليل عليه السلام، سؤال من يريد أن يتصل، يا عمرو شومان الله يوفقك، الذي فدي به إسماعيل كبش أم عجل وما الدليل؟ قال تعالى وفديناه بذبح عظيم، هل نص على أنه كبش؟ من عنده جواب؟ نعم يا عبد القيوم. ها؟ ورد في التفسير أنه كبش، أعرف أنه ورد في التفسير أنه كبش، إطباق المفسرين على أنه كبش، لا أعلم أحدا قال عجلا، بس أنا سألت فقط عن ماذا؟ عن الدليل، أحب أطمئن بالأدلة دائما كده. في الكتاب العزيز وفديناه بذبح عظيم، وفديناه بذبح عظيم، هل كبش؟ أكثر أهل التفسير، لا أقول إجماعا للتحرز فقط أو للاحتراز فقط، لكن أكثر المفسرين أنه كبش، لكن كنت أبحث عن دليل بس. ماشي.